الزخرفه الاسلاميه هي فن يهتم بالاسس والجذور المستوحاه من الدين والتقاليد المتوارثه من السلف الصالح يهدف هذا الفن الى تجسيد العلاقه الحميمه بين الدين الاسلامي وفن العماره وزخرفتها ليعكس جمال الروح الاسلاميه التي خطها الاسلام لحياه المسلمين تاريخ الزخرفة الإسلامية يعود إلى أوائل عهد الخلفاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، حيث كان المسلمون حينها مشغولين بالفتوحات الإسلامية. في هذه الفترة توجهت أنظار المسلمين إلى دور العبادة طابعا خاصا يتشابه مع الدور المشيد في بلاد فارس، ويعتبر عبد الملك بن مروان أول من اهتم بالزخرفة الإسلامية حيث أولى اهتماما خاصا لقبة الصخرة في القدس الشريف لتصبح رمزا معماريا راقيا شريطة الابتعاد عن تصوير الأرواح خصائص الزخرفة الإسلامية تشمل واحد إظهار المظهر الحضاري يعكس النهضة الإسلامية ويبرزه اثنان استخدام الخطوط الزخرفية تستخدم بأسلوب رائع المظهر والتكوين ثلاث خلق مجموعة زخرفية مستحدثة مستوحاة من الخيال اللامتناهي 4 ايجاد اشكال ومجسمات جديدة مثل الارابيسك والمضلعات النجمية 5 الاهتمام بالابتكار والتطوير المباشر بعيدا عن التقليد انواع الزخرفة الاسلامية تشمل واحد الزخرفة النباتية تعرف ايضا بفن التوريق اثنان الزخرفة الهندسية تشمل الأشكال النجمية والأطباق النجمية وزخرفة التحف الخشبية والمعدنية. 3. الزخرفة الخطية تتضمن أنواع الخط العربي مثل الخط الفارسي والديواني والأندلسي والثلث. 4. الزخرفة المعمارية تظهر في الأعمدة والمآذن والأبواب. آمل أن يكون هذا المقال مفيدا لك في فهم الزخرفة الإسلامية.